حلو. والمبين انه هيدي سطحه معموله للسوبر كار فول داون تتوقع، لانه مثل ما شايف انا انه هي مفترض انه تقريبا تنزل كلها كامل الطاقه. في اكيد لها جهاز تحكم من هنا يجي، بس عاد كيف نشغله؟ خليني ادورها عبد الله. ايه وشوف اكيد في عندنا شيء هيدروليك تقدر تنزلها هيدي كلها لتحت. طيب يلا يلا. انا من جهه هناك ما في شيء. حصلتهم هنا. يلا منا لكن بلش حاول انزل. ايه بس لحظه بتكون عم تعمل شغله تقنع على الاخر. طيب تفضل. هات لنشوف كل وحده من هول شو بتعمل. طيب بلش كبوس اول وحده شوي، رجعها لعندك. اوكي بس خلص هي لك يلا ترجع. طيب زرقاء. اوكي تعلي. اوكي اسحب. حلو ارفعها الحين شوي. حاول عليها لازم صارت تنزل من ورا. هلا كمان كمان كمل رجعتها لورا. كسرنا المهام انا عبدو، انا توليت مهمة اني انا انزل السطحة وعبده يعطيني التعليمات انه وين مكان السطحة راح تكون، هل هي اساسا كويسة نازلة صح نازلة خطأ. عبد الله يعني انت هلا صرت معلم سطحة خلاص. انا بس مثل ما شايف بعد لازم انه بطريقة ترجع وتنزل كلها على الارض. اي عندي ما عليك خلاص. يلا حاول اشتغل. يلا 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 ها. واو ايش رايك بس؟ واو بعتقد صار لازم هلا ننزل. كنت متوتر كثير، خايف انه اضر السطحه وخايف انه ممكن نركب السياره وما اكون امنت السطحه بشكل كويس. انا دوري انه اتابع السياره ترجع ورا ولازم اثبت السياره في مكان المناسب بحيث انه تكون في وسط التريلر. تعال تعال تعال. انا اقول عبدو ارجع ارجع يا عبدو ارجع تعال 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 بس وقف وقف. حكت السياره من تحت. طليت تحت السيارة فهي حكتها لمستها لمس بس وقف وقف وطاح قلبي. عدو قدم شوية بس 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 خلاص قدم شوية كمان. قدم يا عبدو قدم يا عبدو ما هي راكبة تمام. قدم 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 شوي. شلت الأشياء الحمر هذه. أرجع 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 بس 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 خلاص. اوكي يلا مان جو. يس يلا شو خلاص. ايه ايه لا كله بيكفي. اتميت المهمه على اكمل وجه. صار وقت انه ننطلق هلا نحن والسطحه والمكلارن على اوتوستراد العرب لحتى نعمل دراج. انتبه من الفروع لا تحك السيارة. في فروع كثيرة طالعة. اي والله انتبه يا عبدو. توقعت المهمة اسهل انه احنا بنمشي بالسيارة، لكن خروجنا من تعنايل كانت قصة كبيرة. اوه انتبه 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 انتبه. ايوه روح يسار 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 يسار. اوكي هذه الفروع راح تضرب في السيارة، يعني احنا اليوم مو حندمر السيارة حنوديها في النهاية. بنزعها للسيارة والله. وقف 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 تعال عند الوقف. انا اضطريت اني اطلع برا السياره ووقف ورا في التريلر واشيلها بايدي ابعدها عن المكلارن. يلا روح انتبه انتبه روح. اوكي يلا المهمه الصعبه هذه. عبد وصلنا في الشارع نحن نربط احزمه. يلا في حفر كثير في الطريق ومضطرين نحاسب عليهم لانه برضو ما نعرف ايش ردة فعل السيارة. هذا شيء جديد علي انا وعبدو. بعد السيارة؟ اي والله بعدها موجودة. انت بحفر حفر حفر خليك يسار يسار. هلا طبعا نعرف نحن انه رح نعمل دراج ريس. دراج ريس نحن حبينا هيك نشوف البورش شو بتعمل مع المكلارن، بس طبعا المكلارن عندها الادفانتج. فرق الفئات. هذه جي تي 3 ار اس، لو جي تي 2 ار اس كانت صبناها 100.